الدكتور عبد الوهاب السعداني، الدكتور رضا كبير، احبائي واعزائي، وان شاء الله طبعا عليكم. انا ان شاء الله البريك هيتوزع في نهايه السيشن اللي انا بتكلم فيه ان شاء الله. فمش هياخد قبل ما اخلص، مش هياخد حاجه. وهم قاعدين يا دكتور محمد، هم قاعدين هيجي لك لغايه عندك ان شاء الله. هنتكلم على توب جميل ان شاء الله برضه، يبقى يعني اتمنى ان اكون على نفس مستوى الدكتور سمير او اقل شويه، بس على الاقل اقرب من دكتور محمد عز الممتع دائما. ربنا يصلح حاله، ربنا يبارك فيه. فاحنا بنقول ان بيجي لنا انيميا، احنا اتكلمنا الاول عن فيبر ان هي موست كومن تقريبا، الدكتور عبد الوهاب قال ان هي حاجه زي ما كانت لعنه بيصاب بيها البني ادم، فعندها لعنه ثانيه هي انيميا اللي بيصاب بيها برضه الاطفال. طبعا الضرب دي يعني برضه ممكن يكون برضه حاجه برضه ما كانتش كويسه، فواضح ان احنا الحمد لله بنتكلم على حاجه يعني كومن براكتس. فحكايه انيميا كنتش عايزين يعني ايه نتكلم ببساطه عليه، وان شاء الله يكون الكلام قريب ليكم ويكون سهل طبعا ان شاء الله. ايه انيميا؟ يعني ايه انيميا؟ لازم نبقى عارفين الانيميا. احنا عشان انا الوقت ودي الوقت، عايزين نعرفكم ان اي طفل بعد سن 12 شهر يبقى ما يقلش الهيموجلوبين بتاعه عن 11، اتفقنا؟ يبقى هو اهم حاجه. خلينا بلاش نقسم وبلاش نكلكع على القصه. الطفل هيجي لك عنده سنه وانت طالع وجاء الهيموجلوبين بتاعه 10 او 9 من 10، من حقك تبدا انفستيجيشنز ماشي، بس فوق 11 الله يخليك مالكش دعوه بالريفرنس، لان بعض الناس يبقى في ريفرنس بتاعك يقول لك انا لقيت في حاجات تحتها خط، الحاجات عليها سوداء، يعني راح يعمل صوره دم ولقى صوره الدم في حاجات كده المعمل عامل عليها ستريس، فيقول له لو سمحت عالجها لي. لا ما بعالجش الكلام ده، لما كنا فوق 11 كويس. حالتين بس بالمناسبه قبل ما نخلص، حالتين بس قبل ما نطلع من نقطه 11 دقيقة، حالتين بس تبص على الهيموجلوبين 11 دهون، وتبقى مهم انك تبص على الانديسز. ايه هما الحالتين دول؟ الثلاسيميا كارير والسفيروسايتوزس النون سيمبتوماتيك. يبقى انت ممكن تقول انا بقى ببص على الهيموجلوبين، ايوه بعمل صوره دم ايوه، بس بعتبر بقى بالانديسز. يبقى الولد ممكن يكون اخوه او مامته او باباه بيتا ثلاسيميا ماينور والهيموجلوبين 11، بس مين في الباسكت بول بتاعه 50. اه خلاص يبقى ده عنده بيتا ثلاسيميا او ممكن ماينر، وايه ابدا اعمل انفستيجيشن. ولكن في الموضوع مش شغال. والله انا يعني بتكلم بره في الصاله. قول لهم حاجه يا دكتور سليم. اه والحاجه الثانيه، الطفل اللي عنده الولد اللي عنده سفيروسايتوزس، وتبص على مين في الخلية عنده سفيروسايتوزس، ممكن تلاقي الموضوع 15 جرام بس الميكرو فاسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن 36 و37. يبقى ده ممكن يستحق ان انت ايه تتابعه، يمكن يكون عنده جول ستونز او سفينوميجالي او ديجيرو جولدس. وبالمناسبه يجي يقول لك ايه، تساله في الهيستوري السيروسايتوزس، حد شال الطحال؟ لا. حد بيجي له حد شال المراره؟ لا. حد كان عنده حصوات ما شالهاش لسه؟ لا. حد بياخد دم؟ لا. حد عنده صفرة؟ اه بس الصفرة ده عنده جيلبرت سندروم، مع الاعتذار طبعا للهيباتولوجي. جيلبرت سندروم يا سيدي، جيلبرت ايه بس؟ هو والله والله السفيروسايتوزس. يعني انت شخصت الجيلبرت بتاع الميديسن وما عجبكش تشخص ان هو السفيروسايتوزس، كذا عيله سبحان الله في يمكن في الشهرين الاخرين دول الاقي تقول لي هو باباه وعمته عندهم جيلبرت. طب انا يعني ماليش عينين، ما الولد عنده جوندس وعنده سبلين وجاي اسبوتك فرجيني تيست يعني بوزيتيف والسفيروسايتس في الريفر بلاد والميكروسكوب المونوكونسنتريشن فوق 35. يبقى لو سمحتي روحي قولي للدكتور بتاع جوزي، الدكتور بتاع الاطفال يسلم عليك ويقول لك جوزي ما عندوش جيلبرت، ده عنده سيروسايتوز. بس يعني بالمناسبه اقول له خلي بالك ده عشان الطحال بتاعك احتمال يتشال او المراره. طبعا هي الانيميا طبعا ما هيش على قد مصر، بس احنا عندنا رينج ممكن من 8% بعض الديفلوبد كانتري لغايه 40% لبعض الايه الديفلوبد كانتري، فتخلي بالنا. ومن ضمنها الايرون ديفيشنسي انيميا هي الموست كومن. يبقى اذا ذا موست كومن هيماتولوجيكال بروبلم از انيميا، ذا موست كومن كوز اوف انيميا از ايرون ديفيشنسي انيميا. اذا انا مش هزعل من حد فيكم الجنرال براكتيشنر زمايلنا واحبائنا استشاري اخصائي استاذ حتى، وشاف انيميا الاول لما شاف العيان وقال لك انت بتقول لي هي موست كومن وانا بدات اعده كالموست كومن، انا موافق عليك بس بالله عليك ما تديله انجكشن ولا تطول قوي تقول لي بقالي ست اشهر ماشي على الايرون
وايه وبقول يلا هي يمكن تجيب يمكن تجيب، لا قدامك شهر واحد وما عنديش مانع في كده. اذا لو انت جالك ولد عنده الهيموجلوبين بتاعه 7.5 وانت ما عندوش اي انديسز وواد شكله كويس مش فيه لا هيستوري اوف جوندس ولا فيه اورجان ميجل ولا حاجه، وعايز تبدا له امبريك ومش عايز مش عايز يمشي من عندك ويروح يدور على فيراتين ولا يعمل انفستيجيشن ثانيه، وقلت له هديك امبريك اورال ايرون مع انتظار برضه لبقيه المنتجات بس فيرك صلفيت او فيرنا صلفيت وبقيه الشله بتاعته، وبعد شهر جالك في نفس المعمل عمل صوره دم ولقيت الهيموجلوبين بتاعه زاد اكتر من جرام، على بركه الله انت ماشي صح. شفت ابسط من كده؟ بس ما تجيش بقى لو سمحت واجب عنده سكرين قد كده وتقول لي ده ايه المستقيم هو الالفينس انيميا، عنده جونكس كده شايفها حضرتك وتقول لي برضه انيميا. اخذ شهر واثنين وثلاثه ومصر تدي له ايرون وما تحركش خطوه وتقول لي هو لسه ايرون. يبقى قدامك شهر تعالجه ما عنديش مشاكل، بعد الشهر ده لازم تاخد قرار. الامور ماشيه كويسه الحمد لله توكل على الله، الامور مش ماشيه كويسه قاعد الهيستوري وقاعد الاكزامينشن وقاعد الانفستيجيشن ونضرب مع الفيرتين. طبعا عارفين الكلاسيفيكيشن بتاعتنا في حاجات مورفولوجيك اللي احنا كلنا بنشوفها في صوره الدم، يبقى عندنا دول مصيبه من مكرونيك انيميا، مايكروسيتيك هايبركرونيك انيميا او ماكروسيتيك انيميا، وحسب الباثوفيسيولوجي او الايثيولوجيكال كلاسيفيكيشن عندنا يا اما هيموليسيز هيموريج، عندنا بول مارو فيلير سواء بول مارو ابلاستيك ما فيش فيه سيلز او انفلتريتد بابنورمال سيلز سواء مالجنانت او نون مالجنانت سيلز، وفي الاخر اللي انا بحب انها تبقى في دماغكم الديفيشنسيز. ديفيشنسيز يعني ايه؟ مش بس الايرون ديفيشنسي، في عندنا فوليك ديفيشنسي، بي 12 ديفيشنسي، هرمونال ديفيشنسي. الولد اللي عنده كلها كان فيلير بيجي له انيميا ليه؟ عشان الانسوليتر مش شغال. اللي عنده هايبوثايرويدزم بيجي له ليه؟ اللي عنده كليتن عشان برضه السيروكسين مش شغال، وهكذا. ما تنساش الكلام ده اهو. ادي التقسيمه اللي انا بحبها، تقسيمه اللي هي مش جديده بس بحبها جدا، وهي طبعا يعني دايما بدرسها بالطريقه دي، هي ان عندنا الانيميا اما انها ريجينيريتيف يعني باذن الله بول مارو شغال كويس، ما تجيش جنبه البول مارو كويس ما تتعبش نفسك معاه، شوف على حاجه غيره. الفرق بين الريجينيريتيف البول مارو شغال والنون ريجينيريتيف البول مارو نايم او مش شغال او ميت. الريتكس الريتكس بتاعك عالي يبقى الحمد لله الحمد لله البول مارو شغال كويس، اما هنا الريتكس قليل ودي حاجه اسمها هول مارك اوف نون ريجينيريتيف انيميا. طب الريجنتيف انيميا ايه؟ بلاد لوس. بلاد لوس واحد عنده هيموريج اكيوت هيموريج ويبقى عنده اكسترنال او انترنال، واحد عنده بريدك تندنسي، واحد حصل له هيماتنسيس ملينا، حصل عنده كات وند، حصل عنده هيموراجيك انيميا اهي. انترنال او اكسترنال، انترنال هيموريج برضه حاجات سيريس انتركرينال انتر ابدومينال انتر ارتيكولار وانتر ماسكولار في حالات الهيموفيليا ما ننساهاش. هيموريسيس هيموريتك انيميا اكيوت هيموريتك انيميا واغلب الكرونيك هيموريتك انيميا هيتحط هنا اهو. ماشي؟ اما النون ريجينيريتيف يعني الولد ده بول مارو بتاعه ميت او نايم، ده اللي هي المشكله بتاعتك. جريتكس قليله جاي لك الانيميا برضه ما بصيتش لغايه دلوقتي ما بصيتش على الانديسز اهو، ما قلناش مايكروسيتيك ولا هايبركرونيك ولا حاجه. انيميا يساوي نشوف الريتكس اخباره ايه، الريتكس بتاعنا هنا هيبقى قليل ليه؟ لان المارو تعبان عيان عنده ابليزيا عنده بول مارو فيلير عنده لوكيميا عنده انفستريشن ميتابوليك ديزيز هيبقى هو هنا اهو انترا مارو او اكسترا مارو. بقى الاكسترا مارو اللي كنت اللي انا باكد عليه من شويه اللي هو الديفيشنسيز بيبقى ايوه، يعني الولد اللي عنده ايرون ديفيشنسي انيميا عنده نون ريجينيريتيف ايوه لانها مش موجوده هنا موجوده هنا. اكسترا مارو يعني ايه؟ البول مارو مش بيشتغل ما عندوش ريتكس مش كده؟ اول ريسبونس لما بتدي له ايرون ايه اللي بيحصل؟ الريتكس اللي هتظهر، يبقى كان مستني ايه؟ السبلمنت. يبقى اللي عنده ايرون ديفيشنسي انيميا نون ريجينيريتيف يبقى ده الريتكس بتاعته تبقى قليله، اللي عنده فوليك اسيد ديفيشنسي، اللي عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي، اللي عنده بقيه الديفيشنسيز من هرمون، واللي عنده بروتين ديفيشنسي كواشوركور وبروتين كالوري مال نيوتريشن كل ده اهو، والاريثروبويتين كل ده اهو. بمجرد ما انت تعوضه تعوضه على الحاجات اللي انت ناقصه تلاقي البول مارو بدا يشتغل، المكنه بدات تشتغل بدا يطلع. اما هنا للاسف الانترا مارو دي مشكله كبيره لان اللي عنده بول مارو ديبريشن سواء بقول لك ابليزيا مفيش سيلز خالص او انفلتريتد ابنورمال سيلز سواء مالجنا او نون مالجنا. طيب احنا هنعمل ايه في الخمس دقائق الجايين؟ ان شاء الله هنعملها بسرعه قوي. لازم ناخد هيستوري تيكنج، وزي ما شايفين دكتور سمير ربنا يبارك في حضرته بدا برضه الفيفر، لازم تاخد هيستوري تيكنج كويس. دكتور محمد هيستوري تيكنج اهم حاجه، ده هو يمكن ده اهم حاجه في القصه كلها في الجير وفي الجير.
برضو بالنسبه لنا الانيميا ما تنساش، الله يخليك ما تستعجلش قوي. انا اصلا لما يبقى العيان داخل لي بورقه اقول له يا ابني وانا موظف انت اقعد وكلم الاول، انا اخد صوره الدم ليه؟ يقول لي خد بص صوره الدم دي على الجهاز، اقعد بس اهدى كده هو واحكي لي قصه الطفل ايه. انا فضيلك ما فيش اي مشكله، ناخد هيستوري تيكنج كويس، نعمل اكزامينشن كويس لوكال وسيستميك اكزامينشن زي الفيفر بالظبط. يعني انا هنا دكتور سمير ريحني لان تقريبا قريب جدا الفيفر من البرد، هي تقريبا يعني. وتعمل انفستيجيشنز ازاي؟ نخلينا على حاجه بسيطه، ويا ريت لو في اي كونسدريشن نتكلم عليها سواء الصح او الغلط وبسرعه شديده. يبقى اول حاجه نعملها هيستوري تيكنج. ايوه ما نقعدش نتشعب في حاجات كتيره، بس ايه يا ريت يبقى ريليفنت بس ايه يعني صار يعني تمشي فيه وما تتعبش من الدقيقتين دي اللي هتضيعها في الهيستوري تيكنج. لازم تسمع هل هو الولد ده مسفر ولا عنده جوندس، ما الكلمه دي دايما بتلخبطنا، هل هو عنده جوندس ولا عنده بلور؟ بتسمعها فبتسمع من الام ايه؟ تقول لك والله ابني اصفر او ابني لونه مخطوط او ابني انيميك. انا عنده طب انا ايه اللي عرفك ابني انيميك؟ يعني افضل ايه؟ الدخله بتاعت المريض بتبقى بالشكل ده. وهقول لك انا جاي لك اديني دم اديني حديد زي ما لازم برضه الحاجه تبقى فيها عقلانيه شويه. او يقول لك زي ما قلت لك بص لي على السي بي سي، والنبي بص لي على السي بي سي كده جالي. طب انت عاملين صوره دم ما تستعملوا علاج بقى، تروح تعملوا تحاليل ثانيه ليه؟ يبقى برضه دي اسئله بتتقابل معاها. طبعا اشهر لو قلنا على الجنرال مانيفستيشن او اهم سيمتوم هي فيتيكابيلتي. اهم سيمتوم، الباقي كله ده ممكن يبقى موجود او مش موجود، بس اهم حاجه فيتيكابيلتي. لما تلاقي الطفل قاعد يتنطط حواليك وبيجري وقالب لك العياده وامه جايبه لك صوره دم فيها 5 هيموجلينو برضه مش طبيعي يعني. اه ممكن يبقى توصل كده في الايرن ديفيشن سانيميا، بس يبقى في حاجه هتلاقيه مرهق، لازم في ارهاق. اهم حاجه في ضعف، في بيل سكين، في ممكن يبقى في الايرلي مش دايما او اكزيرشنال تاكيبنيا، مش ممكن البيس لاين تاكيبنيا او تايفارديا بتبقى قليله، بس مع الوقت يبقى في الكلام ده. طبعا ما ننساش الطفل بيصحى من النوم بتقلصات، تقلصات عضليه، خلي بالك مش نقص كالسيوم، ده ايه ده ايرون ديفيشنسي. ممكن الطفل اللي قاعد او الراجل الكبير او الولد التين ايجر اللي ما اخدش سبلمنت في الوقت الحالي ده، البنت بالذات اللي عندها منسز حاطه رجل على رجله او قاعده طول ما قاعده تهز رجليها اللي هو ريستلس ليك سندروم، ده خلي بالك ان دول يحصل لهم كده. شاب صغير كل شويه يقول لك صدري بيوجعني، ممكن يجي له ما يشبه الانجينا البين، خلي بالك من الحاجات دي. طبعا الصداع والدوخه والكلام من ده كل ده هي ممكن تبقى موجوده، بس يا ترى تقول للام الولد يعني همدان تعبان؟ تقول لك لا. يبقى لا. طب بنتكلم على مين ليه؟ ادي التبسه اللي هنقولها، طبعا مش همشي فيها واحده واحده، لكن لازم نعرف ان في اونست وكورس ديوريشن وحسب كل حاجه. الاكيوت يبقى غالبا هيمولوسيس او بلاد لوس او اكيوت لوكيميا. الانسيديوس هو الانسيديوس ما عرفتش انه عنده اصلا انيميا، جابتها هيدا الوقت انه ابنك لونه مخطوف ليه؟ الدكتور لاحظه بقى له مده ما جالوش، لما شافه قال له شكلها كده شكل الولد ليه بيل. طبعا الجهاز الانسيديوس زي الثلاسيميا، وقص على ذلك الكورس والايه والديوريشن. ما ننساش ان الديوريشن خلال ساعات او ايام يبقى غالبا اكيد هيمولوسيس او اكيد هيمورج، ممكن ايام او اسابيع يبقى لوكيميا او بلاست كانيميا. اما الكرونيك يعني لو واحد عنده انيميا وجاب لك صوره الدم بقى لها 3-4-5 شهور، ما تجيش تقول لي انا هحط الديفرنشال ديجنوزس اكيد لوكيميا او بلاست كانيميا، لا ده حاجه اكيد ديفيشنسي او كرونيك هيموريتيك انيميا زي الثلاسيميا. الدايت مهمة جدا، دكتور محمد قال كاو ميلك حطها له اول واحده، هي ممكن تكون سبب من الايرنزوشنس انيميا. لو برضه استمر على بريست ميلك لوحده مده طويله بعد السنه برضه من غير جود براكتس هيحصل له ايرنزوشنسي. اللي اشترى ماعز دلوقتي عشان اللبن زاد، لقينا الموضوع ده انتشر في البيوت دلوقتي، الناس اشترت ماعز عشان الوقت يرضى لانه مش لاقيين لبن ام ومش لاقيين لبن صناعي، ممكن يحصل له بجانب بلاستيك انيميا فوليت ديفيشنسي. اللي ما الاطفال ده اللي هم التين ايجر اللي ما بياكلوش لحمه وبيقرفوا من السمك ويقرفوا من الفراخ والكلام من ده، ممكن يحصل لهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي. طبعا لو جاله انيميا بعد ما اكل وجبه حلوه من الفول او من الطعميه او من الفول الحراتي برضه نفكر. يبقى الدايت مهمه. الكرك اوف ستون نسال عليه، اليورين نسال عليه، السكر نسال عليها، هل يا ترى عنده بايكا او باكوفيجيا عشان دي حاجات بتاع ايرون ديفيشنس انيميا وبتيجي تبع الدماغ، لان ايرون مهم جدا للدماغ. وما ننساش بالمناسبه عشان انتوا كلكم بتشوفوا برضه الحالات اللي هم الطفل عنده هايبر اكتيفيتي، الولد عنده اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي، لقينا ان الاطفال كتير جدا جدا هم ايرون ديفيشنس انيميا. الغريبه بقى لو احنا عندنا فلوس ونجيب الريتالين او نجيب الكونسيرتا، طبعا
برضه مش هيشتغل الا لما تديله حديد. يبقى اذا حتى اللي انت بتستخدم معاه العلاج الغالي او المستورد لازم تبص على الايرون الاول. يبقى الولد اللي عنده اتنشن ديفيسيت معلومه يا ريت نخرج بيها من هنا برضه الحاجات التيك هوم مسج، ان الايرون ديفيشنسي حتى قبل الانيميا بتاثر على الدماغ. واحنا عملنا كذا بحث في القصه دهيا مع النيورولوجي دكتور نهى موجوده، انا عملت الشغل ده مع الدكتوره حسينه، لكن نعرف الاتنشن ديفيسيت شغال. يبقى الهيستوري مهم جدا. لو واحد عنده كل الباسورد يبقى اكيد اشتغل هيشتغل انت كل ميجالي سواء مالجنسي او هيموريتيك انيميا. ما ننساش الكلفر سندروم اهو ممكن يتلخبط مع السفيروسايتوزس. طبعا اذا كان في العيله حد شايل السبلين، حد شايل سبلينكتومي او عامل سبلينكتومي، او حد معروف ان عنده فافيزما او سلاسيليا بيقرب لك القصه قوي. وبالذات العيال اللي عامل كولسيستكتومي نتيجه كول برادر ستونز مع السفيروسايتوزس. طب الاكزامين زيبيشن طبعا مش هنختلف في الاكزامينشن ونتاكد ان هو غلط. وطبعا عارفين لما نيجي نبص على الغلط بنعمل ستريتش من ايه؟ من الهاند. يعني بنجيب الهاند كده نقلب الهاند كده مش نفتحها بس، لا نقلب ايه؟ الهاند بتاعتك نخليها ستريتش. نعمل ايه؟ دورس فليكشن مش بلوكا فليكشن، دورس فليكشن عشان نشوف الكريس دهيا، نشوف الكونجكتيفا بالذات الاطفال. طبعا الاطفال الكبار شويه مع الريتيرنت انفكشن ولو انه برضه بص في الكونجكتيفا خلي بالك ايه من طبعا السيرفس بتاع الليبس، وخلي بالك من كل الميكوزا. شوف التارجت بريسور اعمل له اندوسكوبي، بص على الايه، اتاكد ان هي عندك بالور مش ايه مش بس فيت كومبليكشن. ليه؟ لان ممكن الوقت يبقى توكسيك، ممكن يبقى عنده فازوس بازم زي الاي جي ان او الهايبر تنشن، الفيروكروسايتوما، السبايرتو فيجرا، اللي عنده فيرتايجو، اللي فيت كومبليكشن، كل دول يعمل لنا كلام. بص على كل حته في جسم الولد ما تسيبوش خالص. بص اذا كان في عنده فيربرا اكتموزس ليفرنوراسي في تندر بونز بالراحه كده اقعد الطفل عشان ما يصوتش، وتقول ايدك تقيله عليه اصلا ماشي. وبعد كده بص اذا كان في حاجه باستوبنومالك زي الفاكتوري انيميا، لو في حد عنده سكين تشينجز سكينيتال تشينجز فيشز، الفيشز بتاع السلاسينيا اوعى تنساها. بعد كده ابدا اعمل بقى لابوراتوري انفستيجيشنز اللي هي يمكن بنعملها يوم لوحده، هاو تو انتربريت السي بي سي. اسهل حاجه السي بي سي اهم حاجه، زي ما الدكتور سمير قال اول حاجه صوره الدم والاي اس ار والسي ار بي في الفيبر بيجيب رقم نون اورجن، ادي احنا عندنا كده. تكمل صوره الدم لو سمحت، ما تعمليش هيموجلوبين بس، بص على الانديسز واعمل وشوف التوتال اكسيد كاونت وشوف الريت كاونت لو سمحت. والريتيكولوسيت كاونت من الحاجات المهمه جدا جدا، ومفيش اي حرج انك تعملها حتى لو كان ايرون ديفيشنسي انيميا عشان تطمن، مش مشكله مش مشكله، اعملها وخلاص عشان تطمن. لازم نخلي الناس اللي لو عندنا الدكتور كويس ممكن نعمل براد سمير يبقى كتر خيره قوي. الريتكس هي مهمه جدا، بتبقى بتطلع فوق طبعا لما يكون في اكيد هيموريج او هيموريسز، حاجه اسمها كوركتد كاونت. والله يا سيدي متشكر عليك انك عملتها وفوق النورمال، مش مهم كوركتد خلاص فوق ال 2% خلاص، يبقى الحمد لله كل مره شغال من عندنا هو، ما عدا طبعا النيونيت 7%، لكن بكلم من بعد النيونيت بيريود اي حاجه فوق 2% الحمد لله كل مره شغال. ما تتعبش نفسك مع الكوركتد ومع الاندكس والكلام من ده، كفايه قوي ونشكر وتشكر جدا انك طلبت ريتكس. هل يجب ريتكس قليله ومع ذلك الوقت ده معروف ان عنده هيموليسيس؟ ايوه، في الاوتوميوتيك انيميا ممكن تكسر البروجينيتور، ولو هو عنده ابلاستيك كرايسيس في السكل او في السفيروسايتوزس، ولو وطبعا الريتيكولوسايتوزس مش موجوده في البيتا ثلاسيميا، ودي عايزه قاعده لوحدها. الواد اللي عنده بيتا ثلاسيميا ميجر عنده ان افكتيف ريسوريسيس، مفيش ريتكس اصلا في البريفرال سيركيليشن ولا نورمال بلاست، بيظهر نورمال بلاست بعد ما بيشيل السبلين، على ذلك مفيش عنده الكلام ده. الار دي دبليو المجهول، الناس اللي ما بتعرفش عن ايه ار دي دبليو اصلا اللي هي ريت سيندروم جون ويتس، يا ريت نعرفها من النهارده، ودي مهمه جدا، تبقى مجمل من 11 ل 14. دي بقعد لما ابقى بدي محاضره للطلبه بقول لهم، انا قلت لو في عندنا طلبه انا عايز ايه؟ عايز 10 بنات يقعدوا في المكان ده، ال 10 بنات يقعدوا جنب بعض شبه بعض. قلت لهم حتى لو 10 بنات، في منهم حتى بنات فلبينيات او سوري ماليزيين هيبعدوا عن بعض شويه. لو قلت لكم انا عايز 10 بنات خمس بنات وخمس اولاد هيبعدوا جدا عن بعض، مش هيلزقوا بعض زي ما يكون بنات قاعدين جنب بعض في مكان في مدرج بالذات ما فيش حواجز. اذا فواتيست اوف هيموجينيسيتي، كل ما السيلز شبه بعضها هتقرب من بعضها، كل ما هي متنافره عن بعضها هتبعد عن بعضها. واكتر حاجه فيها تنافر هي الايه؟ الايرون ديفيشنسي انيميا. عشان كده لازم حضرتك تبص على الار دي دبليو اللي هو ريد سيل جون ويتس مع المايكروسيتيك هايبركوميك انيميا، لانها لو فوق ال 20 هتقربنا قوي من الايرون ديفيشنسي انيميا.
ادي دي تقريبا ملخص الكلام اللي احنا بنقوله، انما يهمني الرقم ده ميكرو فاسكولار فوليوم ده كان راجع على الايه على الانديسز اقل من 70 مايكروسيتك، اكتر من 100 نورم مايكروسيتك ماكروسيتك، وفي الوسط هي النورموسيتك. هو كلاسيك زي ما احنا بنقول كده ان كنت تعمل ريدكس هنا اهو في النورموسيتك، لكن بصراحه ممكن نعملها مع كل الايه الانيميز. طبعا يعني مش مطلوب تحفظ الجدول ده قوي، بس هو موجود معانا اهو مفيش حاجه، ده ملخص للي احنا بنقوله. بعد الانفستيجيشن ما تنساش البلوروبين، ما تنساش الهيبتوجلوبين اللي هو بيتحرق لما يكون في عندنا انترا فاسكولار هيمولايسيس، ال ان دي اتش بيعلى، الاسجوت بيعلى، ودول انترا انترا كورباسكولار بيخرجوا بره. كومس تيست اوعى تنسى كومس تيست، بالذات لو ريتكس عالي، ريتكس عالي اعمل كومس تيست، يمكن يكون هيماتيك انيميا. في سبيسيفيك تيست بنعملها زي السيكلين، زي الكتروفرينسز، زي الجي 6 بي دي لما عاملين انزيم اسي، واسبوت الفراجيلتي وفيلم دم لما نبقى عاملين عشان السيروسايتوزز. طبعا تحليل واحد بس يهمني في الحديد اللي هو الفيرتين، سيرم فيرتين، مش عايز اكتر منه. شكرا يا حبيبي، مش مزور. مش هو فيلم الدم دلوقتي، بس هي التركه عشان في ناس ما سمعوهاش مني قبل كده. التركه بتاعه الكلينيكال باثولوجيست ايه؟ لما يبص على فيلم الدم بيبص على النيوكلس بتاع الليمفوسايت، ويبص على الار بي سيز اللي حواليها. لو الار بي سيز شكلها اصغر من النيوكلس يبقى دي مايكروسيتك، لو شكلها اكبر من النيوكلس يبقى ماكروسيتك، لو شكلها قدها يبقى نورموسيتك. يعني هي تركه انه بيبص على الليمفوسايت ويقارن بينها وبين السايز بتاع الار بي سيز. حاجات كتير بقى زي التارجت سيل وزي السيكل سيل وزي السوبرا فايتال سيل، ده ريتكس، خد هو ريتكس، يبقى الواد هو عنده اكيوت هيموليسيس او اكيوت هيموليج، دي سهله جدا وواضحه جدا، دي بيسبغ الار ان ايه بسوبرا فايتال سيل. طبعا بقيه الانفستيجيشنز، وما ننساش ان حاجه اسمها بول مارو مهمه جدا. طبعا الحاجات بقى اللي هي اللي احنا قلنا هنجري فيها بسرعه، لان احنا مش محاضره طلبه، ولكن عرفنا احنا ان في حاجه اسمها انيميا، وعرفنا ازاي نقسمها وازاي نسال وازاي نفحص، دي اهم حاجه. والانفستيجيشنز اهم حاجه تتاكد ان الهيموجلوبين بتاعك اقل من 11 قبل ما تشتغل. عندك ميكرو فاسكولار فوليوم اقل من 70 ده مايكروسيتك، من 70 لما ال 100 ده نورموسيتك، واكثر من 100 ده ماكروسيتك. عندنا قاتل قوي ماكروسايتوزس الا اذا كان فولس نتيجه الريتيكولوسايتوزس. طبعا الانيميا ايروفيشنس انيميا مشهوره جدا، بتلاقي الدنيا كلها بقت صغيره، كل حاجات صغيره منمنه. مايكروسيتك بتنزل يمكن ل 50 وهي نورمال لغايه 100، فتلاقي خلايا الدم الحمراء قد ايه؟ نص الطبيعي بتاعها. اهم حاجه لو استجابت على العلاج بعد اربع اسابيع اكتر من جرام انت ماشي كويس، ده اللي ايه المعلومه المهمه اللي عايزين نوصل بيها. بس على ايه؟ على فكره الصبيه ما تديش حاجه ثانيه، الله يذكرك، وتقول لي اديت له البرطمان الفلاني ولا الفلوكي الفلانيه، وترجع على جهه تقول لي الدكتور محمد قال. انا بقول فرنس سانفيت، او حتى لو جينا تقول فرنت هيدروكسايد بولمالتوز كومبلكس مفيش مشكله منه. اما حاجه ثانيه مش مشكلتي انا بقى، ماليش دعوه، استخدمها انت براحتك، بس انا مش بتكلم على البيست بتاعت السبلمنتيشن. سبلمنتيشن 6 مللي جرام بالكي جي فرنس سانفيت في ايا كان موجود في ايه لمده 4 اسابيع. بص على السي بي سي، بص على الهيموجلوبين، بص على الميكرو فاسكولار فوليوم عالي ولا لا، ميكرو فاسكولار هيموجلوبين عالي ولا لا، الار دي دبليو بدات تتحسن ولا لا. وادي الجدول اللي احنا بنقول عليه حياه او موت، حياه او موت. اذا انت ما خرجت من هذه الدنيا من غير ما تعرف الفرق بين الار دي وسالين لو كنت سالين يا ماينر، يبقى ايه اللي دخلك الطب؟ خرجت من الدنيا كده وانت حتى جنرال براكتيشنر، انا ما بقولش على هيماتولوجيست عشان هي بتفرق معايا، صوره الدم اللي هي الفرق بين الايرون ديفيشنسي انيميا والبيتزاسيميا ماينور اللي هو مش جاي بجونتس ولا جاي بهيباتس بول ميجالي، خلي بالك انا ما بتكلمش على الميجور، هو ده. اذا انت ما عرفتش الفرق ده يبقى فاتك نص عمرك، يبقى خلي بالك ده، يعني اعرف الفرق ده لو سمحت، والفروق واضحه وظاهره للعيان والعيان كمان، للعيان وللعيان، يعني مخ المريض وللايه وللدكتور. الفروق واضحه وظاهره ان حجم الخلايا بيبقى معقول شويه في الايرون، الهيموجلوبين جوه الخلايا وحش قوي في الايرون، ار دبليو عاليه قوي في الايرون، الفريتين غالبا قليل قوي في الايرون،
واللي مجرد فريسز بيبين لي قوي اللي مجرد اي 2 اكتر امين او يساوي 4.5. واهم حاجة اللي احنا الريسبونس الايرون سيرابي اللي اكتر من جرام بعد شهر وبيزيد منكم الفاسكو فوليا ومنكم الفاسكو هيموجلوبين بقلنا قد ايه. طيب اديت العيان عندك في العيادة حديد وسمعت الكلام بتاعي وبرضه انت مصر ان هو ايرون سيرابي، طب حط في دماغك ان ممكن يكون في مشكلة والعيان جاي لك في نفس المعمل الهيموجلوبين ما زادش الجرام اللي انت كنت متوقعه، هل بياخد الجرعه مظبوط وبياخدها بالليل؟ ما بياخدش بعدها كليتر؟ ما انت تدي العيان جرعه كلها بالليل مره واحده. ويا ريت يعني على معده فاضيه. ويا ريت ما ياخدش بعدها زبادي ولا ياكل بيضه مسلوقه ولا ياخد له مستين، الحاجات اللي هي بالايه؟ بتقلل الامتصاص بتاع الحديد. فخلي بالك. او الولد بيعمل له جهاز اتصال ابسيت وما عادش بيتحسن ودول 10% من حالات الايه الاورال ريبليسمنت، او عنده انجوينج هيموريج، عنده ريفلكس ديزيز او كان ميلك الرجي، او عنده هايتس هيرنيا اللي احنا شفناها في عده حالات، او عنده انفيرمت وول ديزيز، او في ريد ميوتيشن زي ايريدا او هايبر هيبسيدينيا، كل ده هما او تشخيص غلط او تشخيص غلط. ما تكبرش بعد شهر غير لما تعمل ري انفستيجيشن تاني لو سمحت. قال لي هيتس هيرنيا حالات كتير بنشوفها، دكتور محمد ورينا هيتس هيرنيا، الولد ده عامل قال لي هيتس هيرنيا وكان بيجي له انيميا بس، ما كانش عنده لا فومتنج ولا هيماجنز ولا ميلينا، وعندنا اكتر من 7-8 حالات دلوقتي، وبعد ما بتعالج السبب بيرجع تاني لطبيعته ما عادش بيحتاج لحديد وقت خلافه. هيتس هيرنيا برضه في وجهه دايموندز. هيموتك انيميا كلنا عارفين ان في عندنا هيموجلوبين اس وعندنا الثلاسيميا وعندنا جي 6 بي دي والسبيروسايتوزس في مصر، فهم دول اللي موجودين في مصر. ما تتعبوش نفسكم في حاجات كتير قوي مش هتلاقيها كتير. نخلي بالنا ان الطفل طبعا اللي عنده كرونيك هيموتك انيميا هيبدا يتاثر، هيبدا شورت ستريتشر وهيبدا فيه يبقى فيه عنده ديسمورفيك فيتشر، وفي عندنا اكسترا بلري هيباتو بيوسف يبقى هيباتو سبولوميجالي ويبقى عندنا مشكله، والصوره دي هي ما زالت في مرضى عندنا بنفس الشكل والهيرو اند ابيرنس مش كده خالص. جي 6 بي مشهوره نفتكر ان ممكن تيجي في البنات يا جماعه، ادي الرساله بتاعت النهارده البايت سيل اللي اسمها الباك مان دي والهايند بودي دول دايجنوست الى المستوى بتاع الانفايرمنت في الايه في التست. ادي الحاجات اللي الدكتور طارق اللي شوي كانت بتسال عليها من شويه، ادي الحاجات الممنوعه اللي هي اب تو ديت. فنقول ايه؟ والله في ناس بتقول زود الفرقتين كلها، انا ما عنديش معنى يا سيدي، زود الفرقتين كلها بس الحق يقال البابا بين والصويا بينز هما الممنوعين. وبعد كده خلي بالك من حاجات كتيره منها المنتون ومنها هاي دوز من اسكوربيك اسيد، حتى فيتامين كي، تونيك ووتر، حتى الاعشاب الصينيه اللي ممكن تلاقيها موجوده في شاي الاعشاب والحاجات دي، خلي بالك ممكن يكون مكتوب عليها لا تستخدم للاطفال طبعا اقل من 18 سنه، دي عارفينها لان حاجات فيها حاجات مش كويسه، وفي ناس تقول ممنوع لجي 6 دي انزايم ديفيشنسي. احنا ممكن نقع وممكن نعمل مشاكل واحنا بنعالج، طبعا مفيش اي مشكله، خلي بالنا ان احنا نستمر في العلاج بالاير ديفيشنسي انيميا والولد اصلا ما عندوش اير ديفيشنسي انيميا. نخلي بالنا بتطوير الميديسين، كان برضه سؤال من شويه واحنا بنتكلم، العيان بتاع الثلاسيميا ما تقللوش عن 8 لو سمحت، دي ثلاسيميا ميجور عشان ما يحصلوش جروس ديفيشن. ممكن لو عندك في المستشفى جي 6 بي دي ولسه فوق السته خليك تابعه، ولو لسه تحت السته بقى اديله. واحد ايرو فيلس انيميا ما بتديلوش دم عشان 4 و4.5 و5، لا اديله دم لو نزل عن 4. طبعا انت في جايد لاينز موجوده في جايد لاينز انترناشونال، بس انا بقول حاجات بسيطه بنشوفها كل يوم. العيان بتاع الثلاسيميا بتسيبه فوق الثمانيه ليه؟ ممكن يستحمل لغايه 5 لغايه 4، ايوه بس هيبقى بطنه قد كده اهو والمسبين هيكبر، وشه هيبقى شكله مش كويس وعنده شورت ستيتشر ومش هيشوف خير ولا وهيدعي عليك بعد كده. فانت اوعى تسيب العيان بتاع الثلاسيميا يحصل له فيشز ويحصل له سبوري ميجري في الاخر تقول له هضطر اشيله لك، اديله دم، اعمل سبريشن للاريثروبويتين، حسن الكواليتي اوف لايف بتاعت العيان، يبقى كتر خيرك. بيحصل قال له انتيبوديز، ايوه عشان كده العيان لما يجي يعمل يعني يتشخص وهو معروف انه هياخد دم طول عمره زي الابلاستيك انيميا بيورسل امليزيا او ثلاسيميا، تقوم عامل حاجه اسمها اكستندد فينوتايب. اكستندد فينوتايب دي معناها انك مش بس بتشوف الار اتش دي والاي بي او، بتشوف ماينور جروبس كمان بحيث لما يجي ياخد يبقى ياخد الفصيله المناسبه زي ما يكون اتش ال اي ماتش بالظبط عشان ما يحصلوش قال انتوميز، ويبدا ياخد دم كتير 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 كتير، وفي الاخر تفتكر ان عنده هايبر سبلنزم وتشيل سكرين وبرضه يفضل ياخد دم كتير 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 برضه.
اكسبت صوره باينه اهي خلاص ماشي. طبعا بنستخدم الاركليشن طبعا ده في الادويه في لما يبقى انا عندك بقى كورونيك هيموراتيك انيميا او كورونيك بلاكتوم سيفيون زي الريسب امنيزيا وكلام من ده او فانكيون انيميا بنبقى خلين بقى عندنا ثلاث انواع من ايه من الكليبرز. اسمينوكتومي مازال موجود بس احنا هو فيرست تشويس في السيروسايتوزس لكن بقيه الحاجات مش قوي يعني انا ما بحبوش. انا شخصيا لما العيان بتاع السلسين هيشيل اسمينين معناه ان انا غلطان ان انا سبته لغايه لما يكبر واضطر يشيله. لكن انت بيضطر يشيله لو كان عنده فعلا جروس ريتارديشن ووضعه العام مش حلو بدا يبقى فيه اثر اليمنت افكت زي الديكريز كاونت بتاع الوايت بلاد سيلز او بليتلتس او بياخد فعلا بدا فيه هايبر اسبينيزم او بقى سيمتوماتيك بقى فيه طوبه في بطنه ومش عارف يمشي منها وبترجعه. طبعا ما ننساش ان احنا في ادويه اخرى بنتعالج بيها. خلي بالك طبعا وايزلي انك حاجه اسمها كورتيكوسترويدز اللي بتجيبوها لك هي بس اميون بس وبيدوني دوز بالابلاستيك انيميا. الاسوبوليتين ده دواء مهم جدا بس مش في الكرونيك هيموراتيك انيميا اللي هي اصلا سبحان الله ربنا معوض الاسوبوليتين من عند ربنا تديله كمان الاسوبوليتين عشان تخلي وشه وحش وتخلي بطنه تعلى اكتر يبقى انت دكتور مجرم. تيك هوم مسج كلمتين ونص كومبليت تيست. طبعا يا ريت لو انت عندك عيان جالك انيميا ومضطر تديله دم عندك اسحب التحاليل اهمها الريتكس وكومبليت تيست وبلاد فيلد. كتر خيرك قوي مش عايز اكتر من كده. لو جالك حد متبرع وقال لك لو سمحت انا عايز اتبرع لابني ما تقولوش احسن عشان ايه؟ لما نختصر الوقت. لا يا حبيبي لا انا عايز واحد بعيد يا ريت لا يكون قرابه اولى ولا ثانيه. يعني يا ريت حد من الشارع يبقى احسن طالما ضامن ان الدم اتحلل كويس عشان الترانسفيوجن ايه اسوشيتد جرافت فيرسس ديزيز اللي بيموت. مش كل العيون طبعا بيحتاجوا ترانسفيوجن بتوع الانيميا. الالفيشنس انيميا هي كومونست ودياجنوزد باهم حاجه اللي هو سيرم فيريتين وامبيريك اورال ايرون لمده شهر انا موافق عليه. ايوه ممكن الولد لو عنده الفيريتين بتاعه لسه قليل ما مش عايز يتحسن ممكن ندي انجكتابل بس بحكمه. الفافيزم هو كومونست هيتوماتيك انيميا في العالم كله مش كل حد يحتاجه دم. مانيفستيشن ميميك اكيوت فايرال هيباتايتس. انا اتحدى حد فيكم غير وعمل تحليل هيباتايتس اي فيروس اي جي ام ل 90% برضه من الحالات بتاعت الايه الجي 6 دي انزايم ديفيشنسي لانه اول ما بيجي فيفر ابدومينال بين جندس وفيميتنج. هتقول ايه اكتر من كده بس في الشتاء هو بيجي اصلا في الشتاء اكيوت هيباتايتس. هي غريبه شويه بس المهم ايه المعمل ما بيزعلوش. المشكله المعمل ما بيزعلكش بيجيب لك بوزيتيف اي جي ام ودي مصيبه ثانيه يعني بيأخر لك القصه. لقيت انا الواد يبدا لونه يبهب جدا ويبدا في تيكارديا ويبدا يبقى هيحصل هناك هارت فيليا. ممكن تحصل في البنات وعارفينها في البنات ليه؟ لا عارفين النظام اللي ايه زي اي اكس لينكد ريسيسيف ديزيز واحيانا في اوتوزومال ريسيسيف على فكره انهيرتنس للجي 6 بي دي. السلاسيميا محتاجه دم الله يسترك مفيش العيان عنده ميجر لازم ياخد دم لازم ياخد دم لازم ياخد دم عشان كده بندي كليشن ثيرابي ولازم تبقى في كومبلاينس. اليوز اوف الاسوبوليتين في الميجر حرام ده اسمه حرام نوت لوجيك بس بينه وبين بعض حرام. ممكن نستخدمه في النون ترانسفيوجن بنبدا سلاسيميا بس مش ايه بس بحكمه اللي هو الولد اللي مش محتاج دم اما اللي بيحتاج دم لازم تديله اما الماينر والانترميديا فيها كلام. طيب في الهيدروكسوريا بيستخدم فقط في الانترميديا وليس في الميجر ولا في الماينر معلش برضه لان في ناس بيشتغلوا وبيعملوا تكرار لعلاج فخلي بالك من الحاجات دي. هي ما ننساش ان في نفرق بين الثلاسيميا ماينور والثلاسيميا. اوعى تنسى ان في عندنا حاجه اسمها الفا ثلاسيميا في مصر ومحدش بس بيعرف يشخصها كويس. لو عيان نيونيت غلبان كده هو ولقيته بيحتاج دم ورا دم ورا دم خلال الشهر الاولاني اخذ كذا مره دم والريتكس بتاعته قليله خلي بالك من البيور ريتس الابليزيا. مفيش مشكله لو العيان عنده انهيرتد يعني او انهيرتد كرونيك هيموليتيك انيميا وانت بتدي دم ومش عارف تعمل ايه. بص على العيله بص على العيله سهل جدا هات بابا ومامته لان لحسن الحظ السلاسيميا لازم الاب والام يبقوا كارير والسيكل سيل ديزيز لازم الاب والام يبقى كارير. يبقى انت لو حتى اديت له دم والولد لا سمح الله توفي الى رحمه الله ودلوقتي انت مش عارف دول كان اول طفل ليهم قول لهم تعالوا تزعلوا ليه هنحلل لكم انتم ونعرف كان اللي عنده كرونيك هيموليتيك انيميا ده كان عنده ايه. مش هقول مات هقول انت اديت له دم 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 ومعندش عارف ايه تشخصه. شخص ابوه وامه لان في الثلاسيميا وفي السيكل سيل ديزيز 100% هيبقوا الاثنين
الاب والام كارد ارض مش واحد فرده واحده. وشكرا ليكم. حاطط معايا كده مكتوبه الطريقه ممكن نعدي ناخدها عشان نوصلها للمناسبه.